très heureux de vous rencontrer. Moi aussi, je souhaitais qu'il y ait cette rencontre. Merci. يعرب الرئيس الفرنسي عن استعداد بلاده لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع إيران، فهناك أرضية مهمة لتعاون البلدين لحل الأزمات الإقليمية بما فيها الأزمة في سوريا على حد تصريحه خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس الإيراني. ويتقاطر وزراء خارجية آخرون كالألماني فيسترفيلي والبريطاني ويليام هيغ للقاء وزير الخارجية الإيراني ليؤكدوا أيضا على ضرورة الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، فيما نقل عن لافروف بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي بأن اللقاء مع كيري تطرق إلى الكثير من المسائل أهمها سوريا، وأن المحادثات كانت بناءة وأن هناك تفاهما مشتركا حول طريقة المضي والتصرف على أساس اتفاق جنيف، آملا التوافق على قرار في مجلس الأمن ضمن إطار جنيف. وجنيف هو المعبر الأخير الذي يلجه الغرب بعد فشله في إسقاط الدولة السورية وتورطه في تغطية ودعم هؤلاء. الأمر الذي أثار تساؤلات طرحتها الكلمات التي ألقيت على منبر الأمم المتحدة وفي المؤتمرات الصحفية، فهذه رئيسة الأرجنتين كريستينا فرنانديز كيشنر تسأل إذا كانت الحكومة السورية تستخدم الأسلحة من المخازن التابعة لها، فمن أين جاءت الأسلحة التي تملكها المعارضة؟ وتطالب المجتمع الدولي بالكشف عن الجهات التي تزود المعارضة السورية بالأسلحة. وهذا الرئيس البوليفي يسخر من خطاب أوباما واصفا إياه بالمستهتر. إن أوباما يتحدث مع الجميع وكأنه يملك العالم كله، وليس لأمريكا أن تأخذ على عاتقها مسؤولية الرقابة على الأسلحة الكيميائية والنووية لدول أخرى قبل تدمير ترسانتها النووية. تتعالى الأصوات المنددة بممارسات الولايات المتحدة وأكاذيبها، ولم تقتصر الاعتراضات على خطباء الأمم المتحدة، فللإرهابيين طريقتهم في الاعتراض أيضا. سيارة مشققة في معبر باب الهوى الحدودي. فبانفجارات كهذه على المعابر الحدودية السورية التركية وعلى وقع سيطرة جبهة النصرة وداعش على المعارضة المسلحة، تتم الترجمة العملية للبيان الذي أصدره تجمع العصابات الإرهابية في سوريا بالأمس. تعتبر هذه القوة أن كل ما يتم من التشكيلات في الخارج دون الرجوع إلى الداخل لا يمثلها ولا تعترف به. الموقعون على البيان: جبهة النصرة، حركة أحرار الشام الإسلامية، لواء التوحيد، لواء الإسلام، ألوية صقور الشام. تعترض القاعدة وفروعها أيضا في استباق لأي تسوية أو تفاهمات قد تتم في ردهات الأمم المتحدة. تعترض القاعدة على الكذبة الأمريكية القائلة بأن كومة المرتزقة هؤلاء هم من يمثلون الحراك في سوريا.